ناس قسمطينة حبيت نعرف برك وش معناتها كلمة سباخ. هذه طمينة البيستاش وصفة جزائرية قسنطينية بزاف بنينة وسهلة، لازمكم تجربوها. يلا نبدأ. بسم الله. مغرفة زبدة ما تكونش كبيرة بزاف، كيلة مش معمرة تاع سكر، كيلة مخلطة ما بين حليب وما ورد، حطوهم على النار حتى يدوب السكر. وعندي هنا زوز كيلات تاع لوز وكيلة تاع بيستاش. هنا مش شرط يغلي الحليب هداك، لا، حتى يدوب السكر برك ويدوب شوية الزبدة، ونبداو نحطو في الزوز كيلات تاع اللوز والكيلة تاع البيستاش. راهم مرحيين كما راكم تشوفوا فيهم ارقاق. النار تكون ناقصة، ديما نقولها لكم في الطمينات كل لازم النار تكون ناقصة، والبرمة اللي راكم تطيبوا فيها لازم تكون ثقيلة وما تحبسوش التحرك تاعها، لازم تبقاو تحركوا وتعسوا فيها باش تجيكم الطمينة مليحة. كي تبدا تتفرم لكم كيما هكا كي شغل بات راحين تحبسوا، خليوها تدفى شويه. فرشت بابي كويسون، حطيت فوقه شويه تاع سكر غلاس، ومن بعد راحين نبسطوها بيدينا. انا درت كميه صغيره خلاص، خليتها حتى بردت مليح، به درت لها من فوق السكر غلاس وزيت زينتها بشويه تاع بيستاش. بعد ما نحطوا البيستاش نتكاو عليه شويه بيدينا باش يحكم مليح. وكي جيت نقصها لقيتها كي شغل مازالت طريه، عاود رجعتها للفريجيدار، حكمت روحها شويه. شوفوا كي تحكم روحها، كي تجيو تقصوها راح تساعدكم على الكيف. تحبوا ديروها عاليه ولا ديروها كيما تحبوا نتوما، انا ما درتهاش عاليه بزاف ودرت كميه قليله باش ما ناكلوش بزاف وما نسمنوش بزاف. هاي قدامكم، ننصحكم يمكن تجربوها الوصفه هذه، كون تروحوا تحوسوا عليها في اليوتيوب ما راكمش رايحين تلقاوها. ناس قسمطينة، تحيه كبيره ليكم، وان شاء الله برك تجاوبوني على كلمه سباخ وش معناتها. ان شاء الله يكون الفيديو تاع اليوم عجبكم، ما تنساوش اللايك وحركه الاكسبلور. وحبيت نقول لكم حاجه، بلي كاين ناس بزاف يدخلوا عندي في البريفي ويسقسيوني اسكو هادوما لي غوسيت اللي راكي انتي ديري فيهم، هذا صوتك، هادوما فيديوهاتك. نقول لكم بلي اي حاجه راني نحط فيها لهنا راني تعبت عليها، الفيديوهات راهم تاعي، لي غوسيت انا اللي نخدمهم وانا اللي نصور وانا اللي ندير المونتاج وانا راني نحكي معاكم، يعني حتى الصوت هذا الصوت راهو تاعي، اي فيديو تحط راهو تاعي انا متعوب عليه، يعني ما هزيت فيديو من عند حتى انسان وبارطاجيته لهنا وقلت راهو تاعي وما درتهاش وجامي نديرها. ان شاء الله يا ربي تكونوا فهمتوني، بس كناس بزاف يدخلوا يسقسيو وقلت نجاوبكم هنا خير. ما تنساوش تابوني ولا مسات فافا تيراميسو اللي هو اليوتيوب تاعي اللي فيه بزاف حوايج رايحين يفيدوكم. سلام.